وأخيرا قررت نحضر فيديو فاير تشيك الرحلة من باريس لتشيك غديت ساعة ونص. بدينا بزيارة براغ، وكيف ما تشوفوا البلاد مقسومة على اثنين، هذيك علاش في اليوم الأول زرنا البارتي الشرقية واليوم الثاني زرنا البارتي الغربية. من أحسن لي زورلوج اللي ريتهم في حياتي واللي هي اسمها لورلوج أسترونوميك. كملنا عملنا دورة في السنتر، بعد ما تعبنا لازمنا نفطرو ونعملو بوز، هذيك علاش مشينا للسنتر كوميرسيال واللي فيه تلقى شوا كبير متاع ماكلة حالية. بعد الفطور قعدنا شوية على المولدو اللي هو النهر اللي يتعدى في براغ. من هنا جاتنا الفكرة اللي نعملو كخوزيغ ونكتشفوا البلاد من زاوية أخرى. خوزيغ دمت حكاية ساعة، بعدها تعدينا شفنا لاتات تورنونت واللي هو تذكار لفرانس كافكا. العرض هذا يصير كل 15 دقيقة. احنا رجعنا للأوتيل تعدينا على المحطة متاع القطار، وهنا يكونوا في نهار الأول في براغ. النهار الثاني خصصناه للشيرة الغربية من براغ. اليوم الثاني كان يوم هادئ شوية، زرنا فيه قصر براغ وزرنا فيه حدائق. هذا فكرني في مسلسل مانيفيست. الجردة كانت مزينة برشا، وقلنا على رئيس يوم في شوتينج. لأنه كان يوم السبت قلنا عاملين مسابقات وألعاب. صباح وحنا نمشي، وأكيد بعد هذا الكل باش يجي فترة تخرنين وتعب. ساقي حفيت حفيو. وهنا وصلنا لأشهر جسر في براغ اللي هو بون شارل. وهكا تكون وفيت ساقي نتاعنا في براغ، وقررنا نمشي نشوفو بلايص اخرين. المدينة هذه كانت ان كود كور بالنسبة لي. المدينة هذه صغيرة برشا وكلها مناظر طبيعية.
باش ندورو مدينة كاملة من غير ما نتعبو، قررنا ان نتبعو ريتم ضعيف والقهوة، نمشيو شوية ونرتاحو شوية. وباش دورنا شيسكي كروملوف مشينا 11 كيلومتر. اليوم الرابع زرنا مدينة كارلو فيفاري. كارلو في معروفة بالسورس بتاعها، وذقت الماء بتاع السورس كارلا اللي هي 64 درجة، والماء طلع مالح برشا. كهني تكون فيت رحلتنا. اللي حاب يسأل أي سؤال على السفر لتشيك خلي كومنتار، وما تنسيش تتابعونا على انستغرام.